لا بموت بتعمل كده يا فندم، تعالى كله بيقول لي بتعمل كده يا فندم، جت عليك بتعمل كده يا فندم الناس. انا 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 زرت يا فندم الاماكن اللي انتقل فيها الناس من حال لحال، من عشوائيات خطر لبيوت وعمارات. انا كنت لسه من يمكن من شهر في مثلث ماسبيرو جنبنا، بعدها كنت في الخيالة، قبل كده كنا في الاسمرات. الرئيس عارف عمل ايه، انا كمذيع قلت انزل ابص واحاول اعرف الناس قدر الامكان. الناس يا فندم هناك شعره بالفرق وشعره بالامتنان. المخمليين اللي زي حالاتي هم بس اللي مش واخدين بالهم. لا خليني لا اخليها زي اللي حالاتي كده. احنا كلنا يا يوسف لما نحط ايدينا في ايدين بعض حتى لو كان بالقلب، يعني مش مطلوب منك انك انت تعمل حاجه، بس يكون قلبك مع اللي بيتعمل. مش مطلوب منك انك انت، يعني انا اسف، يعني شقاك تدي لحد تاني، مش مطلوب ده. لكن بقول في الاخر ان احنا بقلبنا كلنا على قلب ببعض، على ان اللي بيتعمل ده لاجل خاطر انا ما بقول الغلبان والكلام ده، الناس يعني يقولي انت يعني ايش معنى كده، يعني الغلبان مش كفايه غلبه، يعني يوسف الغلبان مش كفايه غلبه، كفايه قوي. طب مش كفايه يعني؟ طب ما تطبش عليه حتى بكلمه طيبه، يعني ما يحسش ان احنا مهتمين.